سلام، السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين كاينه جوج راديزات زاد ان شاء الله. اليوم ديكم وصفه لي بابا التحليه اللي نحبوها ونفضلوها، خاصه في شهر رمضان المبارك. نعطيكم كامل اسرار هذه الوصفه. نحضروا العجينه بالبغاميكسور، ما تمسوهاش كامل باليد، وتحصلوا على هذا القوام، تجيكم خفيفه وطريه ومشربه، يعني ما شاء الله. هذه الوصفه تبعوا الفيديو الاخير هكذا تستفادوا كامل من مراحل او اسرار هذا الوصفه. الا كنت اول مره تزور القناه، اذا دعمونا بالاشتراك مع تفعيل الجرس، هكذا يصلكم جميع جديد الوصفات، ونقلكم فرجه ممتعه. نسبق في تحضير السيرو أو الشربات اللي نسقو بهم هذا اللبابة، كوبين من السكر، 4 أكواب من الماء، يعني سيرو يجيكم ماء خفيف، مع شريحة الليمون. يوم إلى حبيتوها بنكهة البرتقال، عوضوا كوبين، يعني ديروا كوبين تاع الماء وكوبين من عصير البرتقال، وخليه فوق، حطوهم فوق النار، عفوا احسبوا لهم من بداية الغليان 10 دقائق إلى 12 دقيقة، طفيوا عليه وخليه يبرد، ونسقوا به لبابة في الأخير. للعجينة نحتاج 2.5 كوب فرينة، ملعقة كبيرة أو ملعقة ونصف من السكر، ملعقتين من الزبدة تكون طرية بحرارة المطبخ، نصف ملعقة صغيرة السكر، 10 غرام من سكر الفانيليا، 3 حبات بيض، وخميرة الفورية مع الحليب، أو اللي يمكن تعوضه بالماء الدافئ. أعيد المقادير: 3 حبات بيض، سكر الفانيليا، خميرة الخبز، 2.5 كوب من الفرينة، ملعقة أو ملعقة ونصف من السكر، ملعقتين من المارغرين أو الزبدة تكون طرية، والملح والحليب اللي يمكن تعوضه بالماء الدافئ. بالغرام حوالي 370 غرام من الفرينة، 65 غرام من الزبدة. في الأول نغرب الفرينة، يعني يصيروا هاي تكون أحسن، 2.5 كوب، قلت لكم هذا الكوب يرفد 230 ملليلتر. يعني نسبقوا فيه المواد الجافة، ملعقة كبيرة خميرة فورية، عمروها هكذا، فيما يخص السكر يمكن ديروا هذا السكر الأبيض أو السكر البني إذا كان متوفر عندكم، يعني يزيدوه في البنة. نضيف ملعقة ونصف إلى ما توفرش، هذا اختياري، يعني يضيفوا السكر العادي، 10 غرام من سكر الفانيليا، نخلط إذن هذا النواشف. لحد الان مازال ما درناش الملح، اذا في الوسط نحطوا البيض اللي يكون بحاره المطبخ، اذا كان عندكم حجم صغير ديروا 4 حبات، اذا كان حجم متوسط ديروا 3 حبات. نضيف الملح، ما تعمروش الملعقه، يعني نصف ملعقه صغيره او نصف ملعقه قهوه. زيدوا المارغرين يعني تكون طريه بحاره المطبخ، حوالي 65 غرام. هنا عندي الحليب، يعني في الكل راح نضيف للعجينه 2 كوب، يعني هذا الكوب تاع الشاي راح نحتاج الى 2 كوب، يعني نضيفهم بالتدريج. قلت لكم في الاول هذا العجينه نخدموها او نخلطوها بالخلاط او الميكسور، يعني تتفاداو تلك المرحله اللي يعني ما ندلكوش هذه العجينه، ما نخبطوهاش باليد. البغا ميكسور هو لي حل هذا المشكلة، ما تمسوهاش كامل باليد، نروحوها غير بالعقل، كي تشوفوها يعني كي تحسوا انه تحتاج انكوغ الحليب زيدوا ضيفوا لها. يعني بهذا البغا ميكسور العجينة تاعكم تجيكم طرية وتجيكم ملساء. نزيد نكمل نزيد لها شوية حليب،
هذا الحليب يمكن تعوضوه بالماء الدافئ، دايما واصل في الخلط حتى تحصلوا على عجينة تكون ملساء. بعد ما طحنا جيدا العجينة، هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه. العجينة تاعنا جينا طرية وملساء وتلاصق في اليد، هذا هو القوام. اذا انا هذا بابا او هذا الحلوان نفضلهم بنكهة الليمون. اذا في الاخير بعد ما نطحن جيدا هذا يعني هذا العجينة، نضيف الممشور او لزاز دو سيترون، يعني الكمية اللي تحبوا اللي تفضلوا، خاصة انه السيرو او الشربات حضرناهم، يعني زدنا لهم شريحة الليمون. الى خلطتو الى حضرتو الشربات بعصير البرتقال، هنا نضيف المبشور، مبشور البرتقال طبعا. نخلط جيدا، بعدها نغطي هذا العجينة ونخليها ترتاح يعني للمرة الاولى، بعدها نديغازيوها تزيد تخمرنا للمرة الثانية. ها هي بعد ما ارتاحت، يعني نهبط لها الخمير فقط بلا سباتيل، يعني بالخف تطلع، خاصة إذا كان الجو حار نخليها تطلع. إذا للمرة الثانية لاحظوا أنه شكلت فقاعات، دليل أنه العجينة تاعنا ناجحة. ها هما ليمول، يعني ليمول سبيسيال تاع البابا، لازم دهنهم جيدا بالزبدة أو المارغرين، وتزيدوا دير لهم الفرينة. أنا حضرت هنا لابوشادوي قبل الكارثة، لازم دهنوها بالزيت. هكذا العجينة تاعكم تقدروا تخرجوها بكل سهولة، قلبوها من الجهة الأخرى. أنا ماما وين راح تندير لادوي اتقطعت، يعني مالوغوزمون جيتي اوبليجي نخدم بلا جوتابل، يعني غيرت كامل الطريقة. هاي العجينة تاعنا قلت لكم شكلت يعني فقاعات ناجحة ملساء، يعني هذا العجينة ننصحكم تجربوها وحضروها بالميكسور. اكيد هذا الحلوى او هذا التحليه تحضروها بكل سهوله وتعتمدوا الوصفه باذن الله. سبق ان حضرنا البريوش الشهدة بالميكسور، خرج يعني توب روعه. بزاف اخوات اعتمدوا الوصفه، زيدوا اعتمدوا هذه تاع باش تحضروا بها لبابا او هذا التحليه. قلت لكم اضطريت نبدل بوشا دو جوتاب، نورمالمون في الاصل يعني نشكل هذا العجينه ديريكتومون داخل ليمول، كوم تقطعت لي بدلت كامل الطريقه. يعني الى ما عندكمش بوشادوي، ديو كميه من العجينه شكلوها على شكل حربوش هكذا ودخلوها في المول. يعني يمكن تغيروا هذا الليمول، ديو اشكال اخرى، راح ندير شكلين. هذه الكميه اكزاكتومون الا حبيتوهم صغار او الا حبيتوهم كبار تخرج لكم حوالي 15 الى 18 حبه الا درتوهم صغار. انا نحبهم بحجم كبير. ها هو الشكل الثاني تاع لي مادلين، نخليهم يخمروا في هذا الليمون للمره الاخرى، للمره الثالثه. بعد ما خمروا اذا داخل هذا الليمول، نحطهم في البلاتو وندخلهم للفرن اللي تكونوا شعلتوه. اذا لازم تشعلوه مسبقا، لازم يسخن مليح، بعدها نقصوا النار 170 130 180 درجه حتى ياخذ لكم هذا اللون. يعني كي تشوفوهم طابوا مليح من الاطراف وبداو يطيبوا لكم من التحت، زيدوا شعلوهم من الفوق ثواني ياخذوا لكم هذا اللون، يعني خرجوا ما شاء الله ما سخوش كامل كامل في هذا الليمول. يعني اللون نتوما تحكموا فيه، الا حبيتكم يجيكم حموره اكثر من هذا خليو زيدوا لهم بعض الوقت في الفرن. الشربات تاعكم طبعا تكون بارده، وهذا اللي بابا يكونوا سخونين، نحطوهم داخل هذا نشربوهم جيدا.
لازم يتشربوا مليح، لانه الا ما خليتهمش مده في هذا الشربات يجيكم كي المسكوتشو. اذا يمكن تزيدوا تعسلوهم او تسقيوهم للمره الثانيه، ولكن لازم تسخنوا الشربات. يعني عسلوهم دو فوا. هنا نطلع على شانتيي، كوب من بودرة الشانتيي، كوب الى ربع من الحليب، ضيفوا لهم ملعقة صغيرة من الفانيليا، ملعقة صغيرة من سكر البودرة. يعني تحصلوا على الشانتيي تاعكم تجيكم متماسكة ولذيذة في نفس الوقت، وتجيكم يعني بنكهة الفانيليا. نزين اذا في الوسط، نزين هذا لي بابا بالشانتيي. الشكل الثاني يعني نقطعه في الوسط بالسكين، بعدها ندير له الشونتيي، نزينوه بالفواكه الموسميه. انا اخترت لافخاز، يمكن تعوضوه باي فاكهه حتى بلا سوغيز كونفيت. ها هي النتيجه، يعني ما شاء الله خرجت يعني هذا الوصفه ناجحه 100%. اعتمدوا هذا المقادير، يعني مقادير مضبوطه، ما تخافوهمش، يعني غير جربوا الوصفه. الى خفتوا يعني ما تنجحش معكم، ديروا غير نصف الكميه. الى عندكم اي استفسار خلوا لي تعليق في التعليقات، نرد عليكم طبعا. ان شاء الله هذا الفيديو نال اعجابكم ورضاكم، وتحضروا هذه الوصفه باذن الله، وتتمتعوا بالبنه، وخاصه الى تبعتوا كامل الاسرار والنصائح. ما بقى لي غنقول لكم اترككم في رعايه الله وحفظه، نتلاقى بكم في فيديو اخر، وصفه اخرى. السلام عليكم، الى اللقاء.